نعم، ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ الدرس الماضي؟ نعم. المحضر الدرس الماضي. هذا الدرس ماذا أخذنا؟ هذا الدرس يعني لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ نعم، لماذا؟ أن نقول أن نحن موحدين، فإذا لأنك تقول موحد ولا يمكن أن تقول موحد وأنت لا تعرف التوحيد، لابد تتعلم التوحيد وتعمل به وتدعو إليه، قول وعمل واعتقاد لابد. نعم، ماذا غيره أخذنا؟ متى يقول الشخص أنت مشرك؟ نعم، قد يسألك سائل يقول أنت مشرك، تقول لا، لابد أن تعرف الشرك وتحذر منه، لأن الله سبحانه وتعالى حذرنا منه. نعم يا أخي. لماذا ندرس أصول الثلاثة؟ الله يفتح عليك. يقول لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، متن الأصول الثلاثة، لماذا؟ لأننا طلاب. الطالب لا يمكن أن يطلب العلم على ما يحب. يعني هذا الأخ مثلا أراد أن يصبح طبيبا مثلا في الأسنان، إيش يصنع؟ يأخذ بعض المعدات ويقرأ بعض الكتب ويفتح مكان ويكتب عليه طبيب أسنان، صح؟ لا يمكن، لابد يرجع إلى أهل الاختصاص. لو ترجع إلى الاختصاص ترجع للعلماء. الله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لابد نرجع للعلماء في طلب العلم، لا تطلب العلم على ما تحب، كما أنك لا تطلب الطب على ما تحب. تمام. نعم يا أخي. لأن الأصول الثلاثة كمثل الأسئلة الثلاثة. نعم. يقول ما هي السؤال الثالث، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ هي الأسئلة اللي تسأل عنها في قبرك. فأي واحد يقول لك إيش الأصول الثلاثة، تقول هي أسئلة القبر، من ربك وما دينك ومن نبي. لابد هذه الأسئلة تتعلمها وتعرف الإجابة عنها، صحيح، وقول وعمل واعتقاد. نعم، يمكن أن نفهرس ونقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام. ما هي؟ الأول المسائل الأربع، سورة العصر، العلم والعمل والدعوة والصبر. القسم الثاني أنواع، لا أحد يتكلم، الأسئلة الثلاثة، يأتيك الدور. نعم. الثالث لماذا ندرس التوحيد. الرابع شرح الأصول الثلاثة. والخامس الخاتمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، آمين، والله أعلم.